السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا اليوم نوجه بعض النصائح المتعلقة بمرض القرنية المخروطية. مرض القرنية المخروطية هو مرض وراثي خلقي يتميز بأنه في سن مبكرة من الحياة الطفل أو المراهق أو الشاب قرنية تاعو تقع فيها تحولات، أهمها أنه هذه القرنية اللي راكم تشوفوها هنا تصبح قرنية رقيقة، وكذلك تصبح مخروطية الشكل في عوض أنها تكون كروية الشكل، وهذا ينجلي عليه نقص في النظر، نقص من نوع قصر النظر الميوبي ولا بؤرية لاستيغماتيزم. الوسائل الموجودة حاليا متطورة ومتعددة وتسمح لنا بتشخيص المرض في مرحلة مبكرة، وما نخليوش هذا المرض يتقدم بشكل كبير حيث يمكن في حالات المتقدمة درجة رابعة مثلا أن يؤدي إلى عتمات داخل هذه القرنية، ويمكن أيضا تحدث ثقوب، وهنا هذا تنتج عليه تضاعفات خطيرة. والحلول والعلاجات المتوفرة حاليا هي جد إيجابية ونتائجها جد مرضية، أهمها عملية التصليب الضوئي اللي هي الكروس لينكينج، عملية الحلقات القرنية ليزانو انتراكورنية، والتصحيح عن طريق الليزر، إضافة إلى العدسات والنظارات. فننصحكم اللي عنده مشكل من هذا النوع إنه يكون عنده التشخيص المبكر، وبالتالي لازم دائما يكون الفحص في المرحلة اللي تكون أحسن للقيام بهذا العلاج. فالتشخيص المبكر يعزز فرص التكفل الناجح بالمريض. شكرا لكم.